اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامجكم كنوز بلدنا. اعزائي المشاهدين اصحابكم معنا في هذه الحلقه الى محافظه سوهاج، وبالتحديد من داخل جامعه سوهاج ومن داخل كليه الازهر. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نلتقي بالدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الأزهر بجامعة سوهاج. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بكم قناة طيبة وبالجمهور الكريم. دكتور عبد الناصر، يمكن يعني حضرتك من خبرتك الطويلة في كلية الأزهر بجامعة سوهاج لما قدمتموه من الأقسام الموجودة ومن كافة الدراسات الموجودة داخل الكلية، أدينا فكرة عن كلية الأزهر بجامعة سوهاج والأقسام الموجودة بها. كلية الأزهر جامعة سوهاج تعتبر من الكليات الحديثة نسبيا، لأن الكلية بدأت الدراسة في عام 2016، لكن هي في واقع الأمر كلية عتيقة بأقسامها وبعضها التدريس، لأن احنا كنا ثلاث أقسام في كلية الأداب عمرنا حوالي أكثر من 40 سنة، فلما انتقلنا من كلية الأداب ثلاث أقسام وأصبحوا في كلية الأزهر كنا كلية ولدت عملاقة بمعنى الكلمة. الكلية فيها ثلاث أقسام: قسم الأزهر المصرية، قسم الأزهر الإسلامية، وقسم ترميم الأزهر. تتمتع كلية الأزهر بإمكانات وقدرات بشرية ومادية عالية جدا. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كلية الأزهر يصروا حوالي 70 عضو، وطبعا لما تكون كلية عمرها هذه السنوات القليلة وتتمتع بهذا القدر الكبير من أعضاء التدريس والهيئة المعاونة، فده يدل على أنها كلية بدأت قوية. كلية فيها أساتذة كثر لهم مكانتهم المعروفة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية. بالإضافة للقدرات البشرية تتمتع بكلية الأزهر أيضا بقدرات مادية عالية جدا، وهذا طبعا واضح جدا في المعامل الخاصة بها وبالذات معامل قسم الترميم. أيضا وجود متحف خاص بالكلية، هذا بالإضافة طبعا للمراكز والوحدات الكثيرة في كلية الأزهر. وأيضا كلية الأزهر من الأشياء المادية المهمة فيها المكتبات الكثيرة اللي فيها. احنا في عندنا المكتبة العامة فيها عشرات الآلاف من الكتب، وفي عندنا مكتبة خاصة بالتراث والرسائل العلمية، وفي عندنا أيضا مكتبة خاصة تعرف باسم مكتبة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فهمي. نعم، يمكن دكتور عبد الناصر كلية الأزهر نحن بنعتبرها من كنوز بلدنا الحقيقية الموجودة داخل جامعة سوهاج وداخل محافظة سوهاج وداخل إقليم جنوب الصعيد بصفة عامة، ويمكن أيضا نظرا لوجود المناطق الأثرية الموجودة داخل محافظة سوهاج ومتحف سوهاج القومي وهذه الأماكن المهمة التي من شأنها الاستفادة من خريج كلية الأزهر بشكل عام، سواء في قسم الترميم أو الآثار المصرية أو الفرعونية بشكل عام. فدينا فكرة عن مدى التعاون القائم بين جامعة سوهاج وبين كلية الأزهر وبين هيئة الآثار المصرية بشكل خاص. هو يعني احنا لما بدأنا في الكلية في أول سنة ليها، أنا كان لي الشرف أن أنا أسست الكلية، كنت أول عميد ليها لمدة 5 سنوات. بصراحة من البداية احنا وضعنا خطة ليكون في تعاون كامل وتعاون مشترك ما بيننا وبين المجلس الأعلى للأزهر. هذا الوضع انعكس التعاون ما بيننا وبين المجلس الأعلى للأزهر في أمور شتى. من أهمها مثلا احنا في عندنا مركز دراسات وبحوث الأزهر والترميم. هذا المركز كنا بنعقد فيه دورات كثيرة جدا ودورات مكثفة. هذه الدورات كنا بنعملها ويشارك فيها زملاء، وأنا بقول زملاء أعني الكلمة ده هي، من المجلس الأعلى للأزهر، مفتشين الأزهر في سوهاج، كانوا يجوا يأتوا
إلى كلية الآثار يأخذوا بعض الدورات، يقفوا على أحدث أساليب دراسات الآثار والبحث الأثري والحفاير وما إلى ذلك، وزي ما هم بيجوا يأخذوا دورات عندنا في مجال رياده الآثار المختلفة، إحنا كمان كنا بنستعين بيهم إن هم يجوا يدوا محاضرات عندنا في هذه المراكز وللطلاب عندنا، علشان خاطر هم عندهم طبعا الأثريين الجانب الميدانية إلى الطلاب والباحثين في كلية الآثار. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كنا بنستضيف بعض الرموز المهمة في المجلس الأعلى للآثار للالتقاء بطلبة كلية الآثار بصفة خاصة وطلبة الجامعة بصفة عامة، ليعرفوهم مدى أهمية الأعمال التي تقوم بها المجلس الأعلى للآثار في مجال الآثار في مصر بصفة عامة وفي صعيد مصر بصفة خاصة. يعني استضفنا من فترة سعادة الأستاذ الدكتور وزيري وأمين المجلس الأعلى للآثار وإدى محاضرة مهمة شيقة لطلبة كلية الآثار جامعة سوهاج. التعاون مستمر ولا يزال حاليا، سواء كان الطلبة في كلية الآثار بأقسامها المختلفة بيروحوا يزوروا الأماكن الأثرية على مستوى جمهورية مصر العربية طبعا، ولكن بنركز أيضا على الآثار في سوهاج، وطبعا الزملاء في تفتيش آثار المختلفة سواء كان في تفتيش الآثار المصرية القديمة أو في تفتيش الآثار الإسلامية والقبطية بيقدموا بصراحة تعاون كامل لكلية الآثار. أيضا من أوجه التعاون بيننا وبين مجلس أعلى الآثار التعاون الشديد اللي بين كلية الآثار ومتحف سوهاج القومي. الطلبة عندنا على طول بيزوروا المتحف، الأساتذة عندنا بيروحوا يعملوا دورات ومحاضرات وندوات للعاملين في المتحف والعاملين في مجال الآثار بصفة عامة. أيضا المتحف أيضا بصفة مستمرة بيتعاون معانا في أي شيء خاص بالمتحف. طب ناصر، مدى الاهتمام نقول بالآثار الموجودة داخل محافظة سوهاج، يعني من وجهة نظر حضرتك، وأهمية إعداد خريجي كلية الآثار لكي يكون يعني في المستقبل من الذين يعملوا في هذه الأماكن بشكل مستمر، سواء كجانب توعوي أو كجانب معرفي، وأيضا من خلال قسم الترميم، وخصوصا أن العوامل الجوية الموجودة والتغيرات المناخية الموجودة، أهمية هذا القسم في المرحلة المقبلة حتى أن يكون هناك حفاظ على كل ما هو أثري وعلى كل ما هو مهم في هذه المناطق الأثرية الموجودة في محافظة سوهاج وفي إقليم جنوب الصعيد بشكل عام. طبعا محافظة سوهاج محافظات الأثرية جدا بأثارها على مختلف العصور، سواء كانت آثار مصرية قديمة أو آثار إسلامية أو آثار قبطية، وده طبعا بيدي لكلية الآثار في جامعة سوهاج ثقل خاص بيها لما تكون هذا الكم الكبير من الآثار والتنوع فيها. وفي عندنا احنا طبعا زملاء كثيرين بيهتموا بدراسة الآثار الخاصة بسوهاج، سواء كانت آثار مصرية قديمة أو آثار إسلامية. يعني احنا طبعا في مجال الآثار المصرية بندرس الآثار المصرية في كل ربوع مصر، لكن طبعا الآثار المصرية الخاصة بإقليم سوهاج لازم يكون في عليها تركيز أكثر. كذلك بالنسبة لمجال الآثار الإسلامية، يعني طلبة آثار إسلامية بيدرسوا الآثار الإسلامية في معظم بقاع العالم الإسلامي، والتركيز طبعا بيكون على الآثار الإسلامية في جمهورية مصر العربية
بصفة عامة، وطبعا في محافظة سوهاج بصفة خاصة، سواء كانت أثار إسلامية أو أثار قبطية. ففي بصراحة اهتمام كبير جدا من الكلية وما بين الأقسام المختلفة بدراسة هذه الأثار. وطبعا ما ننكرش في هذا الاتجاه دور محافظة سوهاج والسيد المحافظ في الاهتمام بالأثار المختلفة في محافظة سوهاج. وطبعا أنا مستشار السيد المحافظ لشؤون السياحة والأثار، وفي طبعا تعاون ما بيننا، تعاون مشترك، وخاصة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية الأثار بتقوم طبعا بدور كبير جدا، سواء مع المحافظة أو مع الزملاء في هيئة الأثار، سواء كانت في الأثار المصرية القديمة أو الأثار الإسلامية والأثار القبطية. نعم دكتور، يمكن يعني التعاون القائم بين المحافظة وبين الجامعة من أجل خدمة المجتمع ومن أجل أيضا تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 بشكل عام، وأن هذه الأماكن الأثرية المهمة أو الأماكن التي تعبر عن الحضارة المصرية، تعبر عن نقول عمق التاريخ اللي بيضرب في الجذور في محافظة سوهاج وفي إقليم جنوب الصعيد. طبعا محافظة سوهاج كما ذكرت من قبل تتمتع بإمكانات أثرية وسياحية كبيرة جدا في مختلف العصور، وكان في اجتماعات كثيرة ما بيننا وبين السيد محافظ سوهاج والسيد مدير عام الآثار المصرية ومدير عام الآثار الإسلامية في سوهاج، ليكون في تعاون مشترك ما بين المحافظة وكلية الآثار وهيئة الآثار المصرية، وده انعكس طبعا على وضع خطة لتطوير بعض المناطق الأثرية بالذات في منطقة الحواويش ومنطقة أتريبس، وتم تهيئة هذه الأماكن للزيارات الأثرية، سواء كان بممرات خاصة للوصول للأماكن الأثرية أو ببازارات إلى آخره. تكون المنطقة ما هيش منطقة زيارة بس، لا، يكون فيها طبعا خدمات بتقدم للسياح والزائرين. يمكن محافظة سوهاج أيضا أصبحت من المحافظات اللي هي دلوقتي مستهدفة من خلال الأفواج السياحية اللي بتيجي من خلال النيل، من خلال نهر النيل، وأيضا من خلال الأفواج اللي بتيجي من خلال يعني زيارات الأقصر والأسوان، فبيتم ضمها إلى محافظة سوهاج من خلال معبد أبيدوس، من خلال المنطقة الأثرية بأخميم، من خلال متحف سوهاج القومي، وخصوصا مع اهتمام القيادة السياسية واهتمام سيادة الرئيس شخصيا بافتتاح هذا المتحف الذي يعتبر هو الواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج. هو طبعا يمكن محافظة سوهاج حقيقة يعني مظلومة في موضوع الزيارات الأثرية، على الرغم من القدرات الكبيرة جدا لهذه المحافظة في الأثار مختلف العصور، لكن برضو يعني التركيز بيكون على الأقصر وأسوان، وأحيانا بعض الأفواج السياحية وهي في طريقها إلى الأقصر بتنزل في سوهاج، أو هي في عودتها من الأقصر وأسوان إلى القاهرة بتنزل في سوهاج. لكن احنا نتعشى إن شاء الله في فترة ما أن يكون في زيارات خاصة لمحافظة سوهاج. طبعا الزيارات ده هي ما هيش يعني بسيطة، لا، دي محتاجة طبعا إمكانات وقدرات كبيرة، خاصة مثلا بالنسبة للفنادق. يعني سوهاج محتاج طبعا فنادق كثيرة، حاليا في طبعا عدة مشروعات لعمل فنادق، وفي فنادق فعلا أقيمت، لكن طبعا احنا محتاجين فنادق أكثر في سوهاج، ومحتاجين أن سوهاج تكون على الخريطة السياحية لتنزل ليها أفواج خاصة بها، ما هيش تعتبر منطقة ترانزيت. فنتعشم إن شاء الله في الأيام القادمة يكون هذا الموضوع. ومن طبعا الأشياء المهمة جدا اللي ممكن تنقل سوهاج نقلة أثرية وسياحية كبيرة، إنه هو الاهتمام بالأثار والحفاير في مدينة أخميم بصفة خاصة. We'll be right back.
دكتور عبد الناصر، يمكن ايضا اهتمام القياده السياسيه والدوله بالاماكن الاثريه، وده بيدينا اهتمام ايضا بطلابنا وابنائنا في كليات الاثار. فما هي النصيحه اللي توجهها حضرتك لابنائكم الطلاب داخل كليه الاثار بجامعه سوهاج حتى ان يكون هناك اعداد جيد لهؤلاء الطلاب ليقودوا هذه المرحله المقبله الخاصه بالنهوض بصناعه السياحه، بصناعه الاهتمام بالاماكن الاثريه والسياحيه في مصر عموما وليس في الصعيد فقط؟ وطبعا احنا عندنا في اللائحه الداخليه للكليه بيبقى في رحلات علميه خاصة بالطلاب، سواء كانت الرحلات العلمية خاصة بطلاب آثار مصرية أو آثار إسلامية وقبطية وترميم الآثار. بالرحلات دي طبعا بتكون لأماكن مختلفة، يعني ممكن طلبة آثار إسلامية بيروحوا يزوروا القاهرة، الإسكندرية، رشيد، طبعا بالإضافة للآثار الإسلامية والقبطية في محافظة سوهاج. أيضا طلاب الآثار المصرية بيروحوا يزوروا الآثار المصرية القديمة بالذات في الأقصر وفي القاهرة وفي أسوان. طلب الترميم أيضا بيروحوا يزوروا هذه الآثار ويروحوا يزوروا المراكز الخاصة بالترميم سواء في المتاحف أو في دار المخطوطات القومية، طبعا هنا هو عشان يزوروا الأماكن اللي هم هيشتغلوا فيها بعدين. بالضبط، فدي تعتبر ايه جزء من الدراسة الميدانية، وده طبعا الكلية بتحرص عليها. في كل سنة بتطلع طلبة هذه زيارة هذه الأماكن الأثرية، وطبعا الجامعة بتقوم بدعم كبير للطلاب في هذا الموضوع، سواء كان بتوفير وسائل الانتقال أو الإقامة أو المعيشة وغير ذلك. ما هي رؤيتكم المستقبلية خلال الفترة المقبلة حتى أن يكون هناك الاهتمام بالسياحة، الاهتمام بالإعلام التربوي والإعلام التوعوي الخاص بالسياحة عموما وخصوصا في محافظة سوهاج؟ حضرتك لمست نقطة مهمة جدا اللي هو الجانب التوعوي الخاص بمجال السياحة والأثار في محافظة سوهاج. أيضا من الأشياء المهمة جدا اللي قامت بها كلية الأثار ولا تزال تقوم بها اللي هي الزيارات للمدارس المختلفة. في عندنا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سواء كان في الفترة السابقة أو الفترة الحالية بيقوموا بزيارات للمدارس، الأساتذة في الكلية بيروحوا المدارس دهية وبيدوا محاضرات للطلبة لتوعية هؤلاء الطلاب بأهمية الآثار في مصر بصفة عامة وفي محافظة سوهاج بصفة خاصة، لأن طبعا احنا زي ما احنا عارفين الطلبة عندنا في المدارس ما عندهمش القدر الكافي من المعلومات الخاصة بالآثار الخاصة ببلدهم. فالدور ده بتقوم به الكلية الحمد لله يعني، ونتعشم إن شاء الله الفترة القادمة يكون في توسع في هذا الأمر. دكتور ناصر، ما هي يعني قول وجهة نظركم نحو أهمية إعداد خطة للحفاظ على الآثار نظرا للتغيرات المناخية التي نقول بدأت من هذه الفترة والتي اهتمت الدولة والقيادة السياسية أيضا بالعديد من المؤتمرات والعديد من اللقاءات والعديد من الدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على هذه الأماكن؟ طبعا موضوع التغيرات المناخية ده طبعا موضوع يشغل العالم كله، التغيرات المناخية في كل دول العالم، وطبعا تأثير مهم جدا، ووزارة الآثار بتقوم طبعا بدور كبير جدا على أساس أن الدور ده طبعا الآثار تتبع المجلس الأعلى للآثار، فيها طبعا قايمة بدور كبير في هذا الوضع. وإحنا بالنسبة لنا الزملاء في قسم ترميم الآثار بيعملوا دراسات ميدانية طبعا على تأثير التغيرات المناخية على الآثار وكيفية مقاومة هذه التغييرات بحيث أنها نحد من الخطورة بتاعتها على مجال الآثار. الزملاء في قسم الترميم طبعا ده مجال تخصصهم وبيقوموا طبعا بدراسات ميدانية في هذا المجال.
في نهاية لقائنا بنشكر حضرتك الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآثار بجامعة سوهاج. شكرا جزيلا لحضرتك. العفو، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا. أهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذه الحلقة نشكركم على وعد منا بحلقات أخرى وبرنامجكم كنوز بلدنا.